أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك كتاب لشخص معاصر يقول إن الجن ثلاثة أصناف وليس إن الجن ثلاثة أصناف الجن أين وليس كلهم مكلفون بالعبادة، إنما المكلف منهم صنف واحد وهم الذين يسكنون الأرض، فهل قوله صحيح وما رأيكم بكتابه؟ هذا قول على الله بلا علم، هذا قول بلا علم. الجن مكلفون بالعبادة كلهم مثل الإنس، كلهم ما يستثنى منهم أحد. نعم، إلا كان عند الصوفية، كان في صوفية بالجن يقولون إن الأقطاب والملوكات وإن ما عليهم ختالي، الجنون فنون. نعم.